السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صف الله عزيز. مالك يلا؟ مفيش يا حاج. لا في. طبيش عليا. لو في حاجة قول لي نلمها زي ما كنا بنلم ورا بعض زمان. احنا ما بقيناش زي زمان يا حاج. زمان كانت الناس بتتمنى تبقى تحت رجلينا، دلوقتي احنا بنداس تحت رجلين اي حد. مين ابن كلب اللي بيدوس عليك ده وانا اقطع لك رجله؟ الدنيا يا حاج، الدنيا. سيبك انت. الا الواد رحيم فين؟ انا مش سامع صوته. مراتك يا سيدي خدته وراحت بيه عند امها. انا مش مستريح للبنت دي. الله، انت كنت مبسوط منها واحنا بنسجل الواد. أنا كنت فرحان بأول حفيد ليه يشيل اسمي. أنا مش فاهم أنت اتجوزت البنت دي ليه؟ هو اللي حصل بقى يا حاج، لو ابنك كمان إيه خلاها رسمي، بعد ما كان حتة عقد ممكن أقطعه دلوقتي بقت رسمي. يا ده أنا ما بتكلمش في رسمي ولا نظمي، أنا بتكلم في الجواز نفسه. الله، أنا مش فاهم رسمي إيه ونظمي إيه، وبعدين ما أنت اتجوزتها وخلفت منها، بقت مراتك غصب عن عين أبوك. أيوه يعني أعمل إيه يا حاج دلوقتي؟ اطلعها ولا اكمل معاها ولا اعمل ايه يعني؟ تلمها يالا، تلمها، ما تخليهاش ماشيه على حل شعرها. حاضر يا حاج، حاضر. تأمرني بحاجه تاني؟ عاوز من قلقتك ايه؟ غور غور، انت جميله ودهبل. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل شكر الله سعيكم، شكر الله سعيكم. تعيش وتفتكر يا متر. بس جدع يا سيد، تقتل القتيل وتمشي في جنازته. انا الجمله دي ما تخصنيش، انا ماليش دعوه باللي حصل لامينه. ماليش دعوه ازاي؟ اذا كان دمها بنقط من ايدك اهو. كسفش، قول قول. لا صلي على النبي كده في قلبك، بلاش الطريقه دي معايا. أمينة حواراتها كتير وأنا مش همشي وراها أشوف اتورطت مع مين. صلوا على النبي يا إخوانا، صلوا على النبي. الميت ما تجوزش عليه إلا الرحمة. الله يرحمها. الله يرحمها. وهي عايشة كانت لما كل رجالة البلد حواليها. شوف دلوقتي في عزاها ربعهم بس اللي جه عز. مين يا غريب؟ انت بتفتكر مين يا سامي اللي ورا الموضوع ده غير سيد يعني؟ نفس اللي انت بتفكر فيه يا عماد بيه. اللي عاوزنا نخبط في بعض. رحيم، البقاء لله. Thank you.
ايه رايك بقى في البادي ده؟ انا اللي قصه بايدي. قولي لي ايه رايك؟ هيبقى تحفه عليكي. بصي بس، بصي شوفي الجمال. ها شوفي. ها انت لسه متضايقه من حكايه الجامعه دي؟ عارف يا حلمي، انا اوقات بسال نفسي انا عملت ايه غلط عشان خاطر يحصل فيا كده. ايه الحاجه اللي انا عملتها تخلي دنيتي تتشقلب بالمنظر ده؟ مش عارفه ابص في عين صحابي، مش عارفه اخرج معاهم، مش عارفه البس لبسهم، انا مش عارفه اخش الجامعه. انت متخيل منظري بيبقى عامل ازاي كل يوم وانا مش عارفه اخش الجامعه؟ اقول لك حاجه، بلاش جامعه خالص. اوعى تقولي كده، انت هترجع الجامعه، انت مش اقل من اي حد فيه. متشغليش بالك، انا هتصرف في حكايه المصاريف دي. المصرف كام؟ 70,000 جنيه. بسيط. طيب انت معاكي فكت 100,000 وتجيبي الباقي؟ مش معايا، ما اعتقدش ان هم معاك اصلا.